ونحن نتكلم عن قصار المفصل إلى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وسنأخذ بإذن الله تعالى في هذا المجلس سورة النصر وسورة المسد. سورة النصر أيها الأحبة من السور المدنية، آياتها ثلاث آيات نزلت على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته، لذلك تسمى بسورة التوديع، إذ فيها نعي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نزلت كاملة وهي آخر الصور نزولا كاملة، كما قال عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، آخر الصورة نزلت كاملة على بعضها، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بل قال ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه القرطبي في تفسيره أنها نزلت في حجة الوداع، نزلت في حجة الوداع، ثم نزل بعدها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لبث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 80 يوما ثم جاءه الأجل. فهي آخر الصور نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها نعيه كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها، لذلك سميت كما قلنا سورة التوديع. روت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح الآيات. والفتح فتح مكة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ما أراه إلا حضور أجلي، ما أراه إلا حضور أجلي. فجمع ابن عمر رضي الله عنهما أو جمع عمر رضي الله عنهما الصحابة وأدخل عليهم عبد الله بن عباس. ومعروف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، فقال ابن عباس يحكي يقول كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعني كبار الصحابة، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني وجد في نفسه شيئا يدخل هذا الصبي الصغير علينا ونحن كبار الصحابة نتناقش فيما بيننا في أمور كبيرة، فيدخل هذا الصبي الصغير علينا. فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، يعني اشمعنا ابن عباس وعندنا أبناء في سن ابن عباس؟ فقال عمر إنه من قد علمتم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعاه ذات يوم، يعني عمر، فأدخله معهم، فما رؤيت أو فما رأيت، ابن عباس يقول فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يريد أن يريهم مكانة ابن عباس. فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا، يعني في فتح مكة، وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أي عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت له. قال فما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول، ما أعلم منها إلا ما تقول. فظهرت هنا مكانة ابن عباس رضي الله عنهما أمام الصحابة وأمام أشياخ بدر. سورة النصر كما قلنا هي سورة من ثلاث آيات نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه وهو ينعى حياته صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح لك يا رسول الله، ورأيت الناس، أي فتح مكة كما قلنا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فصارت مكة بعد أن كانت دار كفر صارت دار إسلام، فأصبح الناس حينئذ يدخلون في دين الله جماعات متتالية، وكانوا يدخلون فرادى خوفا على أنفسهم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات، فاشكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ربك هذا الصنيع، فسبح بحمد ربك واستغفره شكرا له إنه كان توابا، أي قل سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني. هذا دعاء من أدعية الركوع والسجود، كان يكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه هذه السورة: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني. تقول يتأول القرآن، أي يطبق القرآن كما أمره ربه. فنستفيد من هذه السورة المباركة مشروعية نعي الميت إلى أهله. إذا شعر الإنسان وأحس بقرب الأجل يشرع أن ينعى نفسه لأهله، يقول: قد اقترب أجلي، فيوصي مثلا إن كان عنده شيء يوصي به، فلا بأس أن ينعى نفسه إلى أهله، ولكن بدون إعلان وعلو صوت وصياح وصراخ كما يعني يفعل بعض أهل الجاهلية. ونستفيد أيضا وجوب الشكر عند تحقق النعم، وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم أن نسجد سجدة الشكر حين تجدد نعمة عند العبد. إذا جدت نعمة وحدث شيء يفرح الإنسان يشرع له أن يسجد سجدة شكر، شكرا لله. ونستفيد أيضا مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، هذا من الذكر الذي لابد أن نحفظه جميعا. وأيضا من